في هذه الوقفة في اليوم العالمي. التي يتخذها هذا الكيان الصهيوني الغاصب. أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية. على هذه السياسة التي تتناكر مع كافة القيم. هذه الوقفة التضامنية في اليوم العالمي أمام الأمم المتحدة من أجل أن ندعو الأمم المتحدة وكل المجتمعات التي وقفت إلى جانب نضالات شعبنا الفلسطيني لتحويل يعني هذا التضامن فعلي من خلال دعم حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل وقف إجراءاتها وممارساتها التي تتناقض مع القانون الدولي وتأمين حماية دولية لشعبنا الفلسطيني من سياسة الاحتلال حتى يتمكن شعبنا من إقامة دولته وتقرير مصيره.